بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدتي أو سادتي، أهلا بكم في قناتنا، قناة تحت اسم من حقك أن تعرف. إخواني الكرام، اليوم أردت أن أشارككم في موضوع، وهو كيف المحافظة على غاز التبريد أثناء تغيير المكيف الهوائي. وهذا يعني موضوع كثير من الناس يكونوا مش مختصين، وما همش ما يعرفوش كيف يسترجعوا الغاز، راح يضيع لهم الغاز أثناء تغيير الوحدة، يعني من مكان إلى مكان، أو يكون عنده أشغال في البيت. إخواني الكرام، اليوم راح نوضح لكم كيف تقوموا باسترجاع الغاز دون ضياعه بطريقة بسيطة، يعني لو اتبعتوا الخطوات، يعني خطوة بخطوة، وتابعتوا هنا في الشرح. أول شيء إخواني الكرام، راح نوضح لكم هنا، أي مكيف عنده يعني مخرج للغاز ومدخل. هذا هو المخرج وهذا هو مدخل الغاز. إخواني الكرام، أول شيء تقوم به يعني إذا أردت أن تسترجع الغاز وتغيير الوحدة، يعني هو أنك تشغل المكيف الهوائي في وضعية التبريد. تشغل المكيف الهوائي في وضعية التبريد وتتأكد أنه يعني اشتغل المحرك، اشتغل الكمبريسور وبدأ يعمل كما هو موضح. إخواني الكرام، هنا في وضعية التبريد راح تشغل المكيف تاعك يعني على هذه الوضعية وتتأكد أنه اشتغل. لازم يكون في وضعية تبريد حتى تتم العملية بنجاح وتسترجع الغاز تاعك. كما تشاهدون إخواني الكرام، المكيف بدأ يشتغل في وضعية التبريد. راح تسمع يعني الصوت، راح تسمع صوت المحرك يعني بدأ يشتغل. لما يبدأ يشتغل المحرك تاعك أخي الكريم، راح تبدأ عملية استرجاع الغاز. بعد اشتغال المحرك أخي الكريم، راح تأتي هنا تفتح هذا، وتأتي بمفتاح يعني كليمال، يعني تغلق مخرج الغاز. أؤكد، مخرج الغاز كما هو موضح هنا، مخرج الغاز، هذا المخرج وهذا مدخل الغاز. تغلق مخرج الغاز، تغلق حتى يتوقف، وتغلق جيدا بطريقة جيدة. تغلق وتنتظر، تنتظر حوالي دقيقة إلى دقيقة ونصف أخي الكريم. بعد أن تنتظر دقيقة ونصف أخي الكريم، تذهب إلى مدخل الغاز، واللي هو هذا، هذا هو مدخل الغاز أخي الكريم. تغلق بعد انتظارك لدقيقة أو دقيقة ونصف، تغلق وتغلق بطريقة جيدة، يعني كما تشاهدون تغلق بطريقة جيدة. بعد أن تغلق، تذهب إلى وحدة التحكم لإطفاء المكيف الهوائي. كما تلاحظون، تقوم بإطفاء المكيف الهوائي. بعد أن تطفئ المكيف الهوائي أخي الكريم، تقوم بنزع يعني كابلات كهربائية، وتأتي بمفتاح وتفتح من هنا ببطء. إذا رأيت أنه لا يخرج غاز، تفتح هذا وثانيا تفتح هذا، وتنزع يعني أنابيب الغاز، توصيل الغاز، وتغير وحدتك أينها يعني أين تريد. إخواني الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، ووضع إعجاب ووضع تعليق إذا كان عندكم استفسار. هذا الفيديو موجه يعني للناس المبتدئين، أو الناس اللي في تربص، أو الناس اللي حابة تتعلم كيفية استرجاع الغاز وعدم ضياعه، لأن ثمنه غالي. إخواني الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، انتظرونا في فيديوهات أخرى توضيحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.